مرحبا. وصفتنا لليوم إن شاء الله نسوي قوزي. أنا أخذت هذا فخذ كامل، بس قلت لي يقص لي هذا الجزء اللي هو يمكن يسموه موزة هيك شيء، قص لي إياه. بالسكينة حسوي ثقوب. أوكي، طبعاً من الجهتين يعني نقلبها همينه ونسوي ثقوب. هاي الثقوب شنو حنحشيها؟ فلفل أسود حب، هيل طلعته من الهيلاية نفسها يعني الحبوب الصغيرة طلعتها، ثوم قسمته أبو البنات حصورك قسمت سويت هيك شرايح. والله ما حمسح الفيديو، حينزل هيك على اليوتيوب. أجو قرنفل كبابة كلهم حبوب. هنا أنا كملت تزريف، هحط كل ثقب شيء، يعني هنا أنا مثلا فلفل، هنا أنا مثلا هيل، هنا أنا ثوم، هنا أنا قرنفل، وهنا أنا كبابة، وهكذا كل الثقوب. كل ثقوب حطوا بي شيء، لا تجمعون بجهة واحدة مثلا الثوم وبجهة واحدة ال كل ثقب حطوا فشي ووزعوهم كل شيء بمكان. انا مو ليكون متركز، هنا انا بس طعم الفلفل وهنا انا بس طعم مثلا ثوم. وهكذا من الجهتين. هنا أنا كملت حشو، أو خلينا نقول كل الثقوب حطيت بيها شغلات، حطيت شحلات وحطيت ملح. ملح ثاني. مامي يور هاند بيبي. أجيب هسه أريد أطبخ القوزي. حطيت جدر على النار وحطيت زيت، وبسم الله الرحمن الرحيم ننطيه تشويحة. أريد ياخذ لون من هذيك الجهة حتى أقلب على الجهة الثانية همين ياخذ لون، تنسد المسامات مالته. خلينا نقول ينصدم، أنا متفقة العصارة مالته شوف اللون من كل الجهات حقلبه. هسه شلته ورا ما شوحته حطيته على السيفاية، وبنفس الجدر ححط مي. وبعد ححط مي، يعني تقريبا اريد احط مي الى حد السيفاية تقريبا او جواها بشوية. نفس المي راح احط البهارات نفس اللي حشيت، هيل وكبابة وفلفل اسود وقرنفل، وهسه احط كم فص ثوم بنفس المي مالته. طبعا هنا انا غلفته بالسيلوفين وحاوفه على النار، وين ما اشوف مكان ده يطلع من عنده البخار ارجع اكبسه الى ان خلص. بعد يعني اريده ينطبخ بالبخار. الفخو صار له 3 ساعات تقريبا ونص على النار 4 الا، راح ابدي افتحها. بس شنو، ديروا بالكم من البخار، على كيفكم افتحوا. يعني اسم الله هذا البخار اللي يطلع ترى يحرق، فسموا بسم الله وعلى كيفكم. بسم الله. شوفوا شلون العظم طالع. لا 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 لا، يلا بعد انا اريده حار. شوفوا عيني شلون مستوي،
وهمين أنا بعد حقب وأشوف شلون طلع العظم. أني قلبته وشلت السيباية. شوف طبعا هو من البخار همينه، بس شوفوا شلون مستوي. والصوص هذا الجوه كلش طيب. المهم ايش راح اسوي بعد؟ شوفوا شلون مستوي، شوفوا دا يصير خيوط خيوط. ايش راح اسوي؟ راح ارجع اسل يعني اغلفه بالسيلوفين، و اريده هسه يشرب من هذا الصوص مالته. هذا المي، هذا شنو هو هذا الصوص؟ هذا المي اللي تحط رأيكم. خلص هو بس عظمتين ترى.